النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، كل عام وأنتم بألف خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما لاحظنا، انخفضت درجات الحرارة في آخر أيام العيد بشكل لافت، وأصبحت درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة. ذلك طبعا ما رده إلى تأثر المملكة بتيارات هوائية رطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط. ذلك أيضا واضح وبشكل جلي في صور الأقمار الاصطناعية، ونشاهد كميات من السحب والغيوم المنخفضة موجودة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض، وستتحرك باتجاه هناك مع حركة تلك التيارات التي تؤثر على المملكة خلال هذا الوقت. أيضا ذلك أيضا واضح في خرائط توقعات كتل الهوائية ودرجات الحارة. هذه الألوان تنم على الكتل الهوائية الحارة التي أثرت سابقا على المملكة في أوائل أيام العيد. بدأت بالانسحاب التدريجي نحو الجنوب الشرقي مبتعدة عن المملكة، ويحل محلها اللون الأحمر، وهي عبارة عن تيارات هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعدلات وبرطوبة أيضا مرتفعة، تؤثر على عموم مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، ويتوقع استمرار تأثيرها حتى يوم الأحد قبل أن تعود مرة أخرى بالاقتراب الكتل الهوائية الحارة من جديد إلى المملكة. لكن لن ترفع درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما كان عليه، إنما يعود الطقس إلى المستوى الصيفي الاعتيادي. يتوقع يوم السبت أن يتعمق أيضا تأثير هذه التيارات الهوائية بشكل قد يسمح بهطول الأمطار أيضا بشكل نادر وغير معتاد لشهر يوليو وشهر سبعة، إذ تشير خرائط التنبؤات الحاسوبية لوجود فرص لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار في مناطق شمال غرب المملكة خلال ساعات نهار يوم السبت، تكون بشكل طبعا محلي في نطاقات جغرافية ضيقة وعشوائية، لكن لا يمنع أن تكون رعدية أحيانا هذه الزخات المحلية من الأمطار، في حين لا يستبعد أن تهطل الزخات على شكل رذاذ مطري في باقي مناطق المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة بشكل عام، وتتراجع وتختفي فرص هطول الأمطار بشكل لافت خلال ساعات المساء والليل من مساء يوم السبت، في حين يتوقع يوم أيضا ليلة الجمعة على السبت ونهار يوم السبت أن تتشكل الغيوم المنخفضة على طول المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة، ومن المتوقع بمشيئة الله أن يتشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية في ساعات الليل المتأخرة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وتأثر هذه المناطق بتشكيلات من السحب المنخفضة بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، فالأجواء يتوقع أن تكون بشكل عام غائمة جزئيا بغيوم منخفضة ودرجة حرارة الصغرى 20 درجة مئوية. الطقس يميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، الأمر الذي قد يستوجب أيضا لبس بعض المعاطف أو الملابس الثقيلة في ظل انخفاض درجات الحرارة، كما قد يتشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى، والطقس يكون إجمالا رطب وقد لا يكون مناسب للجلسات الخارجية فوق تلك المرتفعات الجبلية. نتعرف على الطقس خلال ثلاث أيام القادمة. إذن يوم غد السبت يتوقع أن يكون الطقس ودرجات حرارة دون المعدلات المعتادة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى فقط 28 درجة مئوية. الطقس صيفي لكنه لطيف وليس حارا، وهناك فرص كما ذكرنا لبعض الزخات المحلية التي تكون غالبا خفيفة من الأمطار وصغرى إلى 20 درجة مئوية. يتحسن الطقس بشكل لافت يوم الأحد، تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها المعتادة، تصبح 32 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء تعود مرة أخرى لصيفية عادية. كذلك الأمر يوم الاثنين، تصل إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، كما يتحسن أيضا الطقس في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم غد السبت في مدن ومحافظات المملكة والأحوال الجوية. سنبدأ هذه الجولة من المناطق الشمالية من المملكة. في إربد تكون العظمى حوالي 30 درجة مئوية والصغرى 21، وفي جرش 31-22، وفي عجلون من 28 إلى 20. هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في هذه المناطق التي ربما تكون رعدية، ولكن الطقس ليس ماطر منذ ساعات الصباح، إنما هناك كميات من السحب والغيوم وفرص الأمطار محدودة في أوقات قصيرة وفي مناطق
مناطق عشوائية وانتقاء جغرافية ضيقة. في المفرق 32 إلى 21 درجة مئوية، انتقال المناطق الوسطى في عمان من 28 إلى 20، في البلقاء من 28 إلى 21، في مأدبة من 29 إلى 21، وفي الزرقاء من 32 إلى 22 درجة مئوية. في البحر الميت ترتفع العظمى إلى 36 درجة مئوية، والأجواء تكون أكثر حرارة من باقي المناطق والصغرى إلى 30 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الجنوبية من المملكة، في الكرك 29 إلى 20، في الطفيلة 28 إلى 20، وفي معان من 31 إلى 22، وفي جبال الشرع الأجواء بعيدة جدا عن الأجواء الصيفية 25 درجة مئوية فقط العظمى هناك، وليلا 18 درجة مئوية، أما في العقبة 37 درجة مئوية، في ساعات النهار والصغرى ليلا 30 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المنطقة الشرقية، في رويشد والصفاوي والأزرق تكون في كل من الأزرق ورويشد تقريبا حوالي 36 درجة مئوية، وفي الصفاوي من 35 إلى 23 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.